الزيت الموجود والشاري من خير، لأن عطيش وباقي الزيت داخل. شوية قدام قدام، قصي شوية ومكان قصي شوية. الزيتون سيدي كيتراوح بين 13 درهم حتى 14 درهم، والعرض تبارك الله موجود وكاين الجوده بحال اللي كتشوفوا. الزيتون الان كيعطي 16 يتراوح في المنطار، كيعطي 16 عادي 15 120 درهم السوق تحرك. جات تبارك الله جات الطوناج والسوق الفلاحه كيقولوا دابا 13 درهم اللي كاينه في السوق 13 و14 درهم 280 270 اللي ثابره دابا. ورغم ذلك العرض تبارك الله موجود ولكن الطلب ما كاينش. ومنين جاي منين جاي هذا الزيتون؟ المصدر هنا مصدر محلي، اقل المناطق المجاوره للعطار، زمران، زمران الشرقيه، زمران الغربيه، قلعه السراغنا، العطاويه المركز. وانا جو بريفير ميو باش كنشجعوا الناس البيع والشراء على اساس باش يكون عندهم واحد كتكون عندهم واحد الروح باش يتماسكوا ويبقى السوق حامر. حتى رغم دابا كتشوفها انت كتشوف الفلاحه ولكن الاقبال ما كاينش، حيت الناس اللي كيشريو كيقول لك الزيتون غالي علينا، ولكن الناس اللي يكون في العوان شارين الزيتون ب 14 درهم في الشجره وكيزيدوا درهم ديال الخدمه هي 15 درهم، ملي كيجيو السوق كيلقاو 13 درهم. بحال انا دوكانيا كنقاطع الزيتون ب 13 درهم جوده، ولكن الان لحد الان ما كاينش الاقبال، ما كاينش الاقبال، ولكن حتى دابا ردنا باقي قليله. ولكن هنا لقدام ان شاء الله ملي يزيد الزيت في الزيتون غادي يطلع ان شاء الله ناويين 15 درهم. يلاه شكرا كنشكر الفلاح جاي من العراق. شحال دار الثمن؟ يقول لك كاين 80 84 الشيء اللي تيقول 280 200 280 284 وكاين الشاري ولا ما كاينش؟ شويه وصافي شويه وصافي شويه وصافي بحال السوق الناس ما كاين. لا هذا الشيء اللي كاين مازال ما كاين حتى حاجه. الساعه دابا بالنسبه للطحان اللي كيطلع الصوت. ايه طحان. طحان الزيت ما كيقولوا ما عاطيش مزيان. الزيتون ديال العطاويه 100% ديال العطاويه سيدي الزيتون هذا. هي وشحال الثمن؟ الثمن كاينه اليوم كاينه 70 اللي كاينه. 270 270 واه. شحال العطاويه؟ نقول لك والمعطى كله واش كيقول كاينه 15 كاينه 14 كاينه. شحال طالب تقريبا؟ 120 درهم 110 درهم باش كيتقام الزيت. الزيتون تبارك الله الزيتون طايب وزين طايب وزين. السوق هو السوق هو العيار ديال الزيتون، السوق اللي كيحكم الاثمنه. الاثمنه ما كايناش ماشي الاثمنه نصاع راك الشاري ما كاينش. الشاري ما كاينش واه. واش من اشنو السبب؟ واش الطحان ما كاينش؟ الطحان اللي ما كاينش ولا الزيت غالي؟ مازال الروند ما عاطيش الروند ما دابا باقي الطحان. شحال عاطي 16 15؟ كيعطي 15 دابا كيقولوا 15 ما بين 14 15. تيقولوا الروميه عاطيه ايوا هذيك الروم هذيك لا ما عاطيهاش 26. الروميه كاينه فيها 20 اللي كاينه دابا 22 هذيك الروميه هذيك بيشيلي لاندوف هذيك هي هذيك بلاتي قرب هذا الكاميرا هذه هي الروميه هذه هي لاندوف الروميه هي هذه ولكن الحوجيه لا يعلى عليها لا لا عرفت عرفت الحوجيه الروميه راه عاطيه هذه عاطيه ولكن الحوجيه هذه ديال الصباليون هذه هو النقله ديال الصباليون ولكن هي ولات عاد في البلاد ولات عاد في البلاد في المغرب زاد تربات هنا زيوده في المغرب سمعتي دابا الاثمنه ما كاينش اللي كيحكم الاثمنه يقول لك اشنو دايره السوق هو المعلم هو دركا ما كاين اللي يفكهم منها هي موجوده السلعه شكون اللي بغى يديها ما كاينش ما كاينش اللي يديها ما كاينش اللي يديها الله يكون في العون هادشي اللي كاين هو الطحان راه مال في جيب المغرب كامل كايجيو من المدن وداك الشيء مازال لا دار بيضاء القنيطره لا لا هاد العام ما كاينش لا هاد العام ما كاينش 80 80 حجه لا ها مازال ما قنعناش 82 عاطينا تما 280 حجه